فضيلة الشيخ، إذا أمر زوج زوجته في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم بين الحرمة والجواز مثل لبس الذهب المحلق، فهي ترى أن لبسه حرام وهو يأمرها بلبسه، هل يعد هذا من حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ الذهب المحلق وغيره جائز لبسه للنساء، لأن الله أباح للنساء التحلي بدون تقييد بمحلق أو غير محلق، والأحاديث أباحت هذا بدون تقييد إلا هذا الحديث الشاذ، يقول أهل العلم أنه شاذ لأنه مخالف لما هو أصح منه، وعمل أهل العلم على الإباحة. الخاتم وش يقول فيه هذا الرجل؟ يحرم الخاتم على المرأة؟ يحرم القلادة على المرأة لأنها محلقة؟ ما هذا الكلام هذا؟ فالصواب مع جماهير أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا إنه أن الذهب المحلق يجوز لبسه للنساء. نعم.